السلام عليكم. على الرغم من تعدي المهلة الدستورية لتشكيل المحافظات إلا أنه كركوك لم تحسم لحد الآن. مهلة الأسبوع اللي أعطاها السودان لقوى كركوك الثلاثة المتنافسة على الحكومة المحلية تكاد تنتهي، ومعها بدأت تتضح ملامح ورقة العمل المطالب بها الكرد والعرب والتركمان. الحزبين الكرديين متفقين على عدم التفريط مرة أخرى بمنصب محافظ كركوك، فيما وجهة نظر العرب والتركمان يبدو أنها متقاربة وتجد في تدوير المناصب حلا مناسبا للأزمة المستعصية. وجهة النظر هذه تنم عن الرفض القاطع لعودة الحكم بالكامل للأكراد مهما كلف الأمر، وتميل إلى حد ما لوجهة نظر السوداني اللي شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن تدار المحافظة من قبل الجميع. فهل سيكون لتدخل رئيس الوزراء أثر إيجابي على الإشكالية، أم أنه ستتحول إلى مصدر توتر في المحافظة ذات الطابع أو الوضع الاستثنائي بطبيعة التنازع الحزبي والقومي الدائر فيها، وما جدوى استنساخ تجربة ائتلاف إدارة الدولة في كركوك، وما حقيقة بلوغ التدخل الخارجي مستواه في هذه الجزئية الداخلية. من جديد ورحب بكم مشاهدينا الكرام، ورحب بضيوفي الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات، ومن السليماني من أربيل الأستاذ محمود خوشناوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن كركوك السيد تركيش عز الدين القيادي في الجبهة التركمانية. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ محمود. وين العقدة في كركوك لحد الآن لم تشكل محافظتها؟ بداية أحييك أستاذ محمد وضيفين العزيزين ومشاهدي الأيام. حقيقة قضية كركوك وتشكيل الحكومة المحلية في كركوك ليس بالمستوى الذي يسوق هنا وهناك بأنها وصلنا إلى حالة مسدودة، وصلنا إلى اختناق سياسي، وربما لا مخرج ولا خروج من عنق الزجاجة. لو تخلى العامل الخارجي عن قضية كركوك والتدخل في كركوك ربما يسهل عملية الوصول لتشكيل هذه الحكومة. أكثر العوامل المؤثرة في عدم تحقق او تحقيق تشكيل هذه الحكومه هو العامل الخارجي. بالمناسبه لم تخفي تركيا تدخلها في كركوك، وبالعلن الرئيس التركي رئيس جهاز المخابرات وزاره الداخليه التركيه اعلنوا مرارا وتكرارا بانهم لديهم محددات في كركوك يجب ان تسري وفق ما يريدونه. ولذلك انا دخلت من باب العامل الخارجي وسادخل الى العامل الداخلي، لان صراحه هناك ترحيل للازمه في كركوك، وهناك تغليف لأزمة كركوك باسم مناهضة المكون الكردي. بس خلينا نتوقف عند هذا الموضوع اللي قلته، يعني موضوع مهم جدا. يعني التصريحات علنية صارت في تركيا حول كركوك، لكن إيش قد هي مؤثرة في داخل كركوك؟ مؤثرة، وأطراف داخل كركوك أعلنت بالسر وبالعلن، أعلنت بعضها علنا بأن يعني تستنجد بالعامل الخارجي، وبعضها في الخفاء، يعني بعض القوى في الخفاء تتعامل معها. يعني هو العامل الخارجي فقط تركيا، ام هناك عوامل خارجيه اخرى؟ اكثر العوامل المؤثره على عدم تحقيق تشكيل حكومه والوصول الى تشكيل الحكومه في كركوك هو العامل التركي. طبعا نحن لا نبدي العداله لتركيا، لكن هذه حقيقه يجب ان نوصفها ونذكرها في الاعلام لمصارحه الراي العام. قضية أخرى العامل الداخلي والوضع في كركوك المتعلق بين العرب والتركمان والكرد والكلدو آشوريين. الكل العرب يطالبون بمناصب باعتبارهم حصلوا على 6 مقاعد، لكن الكرد حصلوا على 7 مقاعد والتركمان على مقعدين. إذا ذهبنا إلى الأرقام الانتخابية وعدد مقاعد في مجلس محافظة، الكرد لديهم أعلى المقاعد باعتبارهم حصلوا على 7 والعرب على 6 والتركمان على مقعدين، والكل أخوة في الكلدو آشوريين على مقعد واحد. عموماً التركمان يدركون بأنهم لا يستطيعون منافسة العرب، لذلك لجأوا إلى استراتيجية معينة، ربما هم الأقرب إلى الكرد صراحة عمليا، لكن بطبيعة الحال بطبيعة المعادلة الإقليمية بطبيعة المعادلة الداخلية في العراق السياسية هم وصلوا إلى نوع من التحالف، لا أستطيع أن أقول تحالف مع العرب، لكن أعلنوا بأنهم في جبهة واحدة على الأقل لمنع الحضور الكردي في رئاسة الحكومة في كركوك. لكن هذا ما يسوق في الإعلام، حقيقة في عمليا هناك مفاوضات جادة
مفاوضات بحضور رئيس مجلس الوزراء، مفاوضات ثنائيه، مفاوضات ثلاثيه، مفاوضات فرديه بين اعضاء مجلس المحافظه. هناك محاولات جاده بين العرب والكرد، بين الكرد والتركمان، من اجل الوصول الى صيغه واليه تختلف عن الصيغ والاليات الاخرى. ذكرت حضرتك في بدايه البرنامج من هناك استنساخ لتجربه ائتلاف اداره الدوله في كربلاء، هذا ما طرحه السيد رئيس مجلس الوزراء وتبلورت هذه الفكره. وهذه انا باعتبارها فكره يعني ايجابيه، وانا باعتقادي ان افضل فكره لحكم كركوك ولخلاص كركوك من هذه المعادله المسيئه، طبعا اذا تخلى العامل الخارجي، انا كل ما اذكره في حال غياب العامل الخارجي، لكن داخليا افضل فكره لكركوك هو ان تتفق زين. شنو تريد باقه تركيا؟ تركيا شنو اللي تريده بالضبط؟ استاذ محمد ما اخفيك، تركيا ليس فقط في كركوك، يعني هي قضيه تتعلق بالمكون التركماني، يعني الاخوه في التركمان يعني ابرياء من هذا الموضوع. انا لا اتكلم عن المكون التركماني عندما اتكلم عن تركيا. تركيا بغض النظر عن الاخوه في التركمان، في كركوك، في نينوى، في اربيل، في السليمانيه، وفي في في بعض مناطق دهوك، تركيا لديها اطماع توسعيه في العراق. تركيا تستغل ضعف الدوله العراقيه، تستغل الازمات الموجوده في العراق. على سبيل المثال 2003 عندما تم اعلان الحرب على العراق، تركيا طلبت حصتها من الحرب ووافقت بحصه للعراق في في في, في تضامنها مع الحرب على العراق. يعني صراحه تركيا لديها اطماع، تركيا لديها اطماع ولديها حاله من 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 ان تكون لديها وصايه على نينوى وكركوك وعلى اقليم كردستان. ترى غلق الاجواء على مطار سليمانيه والضغوطات التي تعرض لها الاتحاد الوطني من قبل تركيا هو اللي يعني يركع الاتحاد الوطني للاجنده التركيه في المنطقه. لا ننسى بان تركيا تدخلت في نينوى اكثر من كركوك. في نينوى التدخل التركي تدخل صارخ وواضح، لكن مع الاسف بسبب المشاكل في العراق والمشاكل الامنيه السياسيه، ربما بسبب انشغالنا ببعض الامور الداخليه لم نلجأ إلى معالجة هذه الأزمة. التدخل المعادي التركي، نتكلم عن الخرق الجوي، نتكلم عن التوغل العسكري، هذه أمور بسيطة. تركيا بالانخراط الناعم متوغلة في جميع أجزاء الدولة في هذه المناطق، وهي تريد أن تسيطر بصورة مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن قضية إدخال العراق للفقر المائي بقطع حصصه وإمداداته من دجلة والفرات. عموما نعود إلى كركوك. لذلك إذا أردنا أن نعالج قضية كركوك يجب أن نذهب إلى حل كركوكي. الحل في كركوك لا يأتي إلا بتنازل البعض عن بعض المطالب، أن تكون الأسس، الأعداد الانتخابية والأرقام الانتخابية التي نتجت عنها الانتخابات الأخيرة أساساً للمفاوضات، وأن تكون باقة الورد بين العرب والتركمان والكرد، وأن ندخل إلى آلية وصيغ جديدة ونبتعد عن الدروس التاريخية. يعني نبتعد ماذا فعل الكرد، ماذا فعل العرب على مدى 100 عام، يعني فعل العرب على 100 عام. واضح. أرجع لحضرتك مرة ثانية، خليني أروح إلى الاستاذ تركيش عز الدين. حياك الله استاذ تركيش. تعيش الله والديك، اهلا وسهلا بك. استاذ تركيش تسمعني؟ اسمعك نعم. حياك الله. انا استاذ محمود خوشناو من اربيل يتحدث عن يعني يصف المشكله في كركوك اساسها هو التدخل التركي، وانتم قريبين من الاتراك. يعني الى اي مدى يمكن ان يصح هذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بجنابك الكريم دكتور وكادر قناة الأيام وبالسادة المشاهدين وبضيوفنا الأعزاء. أنا أختلف اختلافا جذريا مع الأخ من أربيل، لأنه لم نرى لحد هذا اليوم أي تدخل في الشؤون الداخلية إلا بالخير. فالجارة تركيا حالها حال الدول الجارة إيران والأردن وسوريا. ما سمعنا تصريح لا للأردن ولا لإيران ولا لأي واحد يتعلق بالمحافظة، بس سمعنا تصريحات تركية على أعلى المستويات. بس إذا تسمح لي تتعلق بكركوك، إيران إسلامية وجارة تركيا هم الأقرب لنا منذ سنوات وليس اللحظة. فالأردن وسوريا وهم مشغولين بأوضاعهم الداخلية، ولكن الجارتان العزيزتان القريبتان علينا هي الجارة تركيا والجارة إيران. فلم نرى بتوغل عسكري، لم نرى باعتداء عسكري علينا. نحن إذا تكلمنا عن توغل عسكري أو بأطماع تركيا هنا، فنحن أول من نقف بوجههم، ولكن لم نرى لحد هذه اللحظة إلا المساعدات
الوقوف بمسافة واحدة بين جميع مكونات الشعب العراقي من ضمنهم الأخوة الكرد والعرب الشيعة والعرب السنة والتركمان والكلد آشوريين. فدائما نحن نعتز بهذه الجارة سواء إيران أو تركيا، فلماذا هذا العدوان الإعلامي على الجارة التركية؟ لا بس شنو علاقة بس عفوا شنو علاقة الرئيس التركي في كركوك بالجارة التركية؟ سيد تركيش لماذا هذا الربط؟ سيد تركيش عفوا نعم. يعني إذا يتحدث أستاذ محمود خوشناو عن تدخل تركي فهو يعني يمتلك مصادقه اللي احنا نعرفها وهو يعرفها، انه تصريحات علنيه نعم. على وسائل الاعلام لمسؤولين اتراك يتحدثون عن داخل كركوك وعن حكومه كركوك، هاي القصه ما شفنا مسؤول ايراني او مسؤول كذا دوله اخرى يتحدث عن تنصيب محافظ في محافظه معينه، هذا ما سميه تدخل؟ أستاذ العزيز دكتور الغالي، هناك تدخلات علنية وتدخلات في السر، ولكن هذه التدخلات هي من أجل حلحلة الأمور لتشكيل إدارة مشتركة ذو شراكة حقيقية وعدم إرجاع كركوك إلى أيام ما قبل 2017. الوضع ما بعد 2017 نرى استتبابا أمنيا وخدميا ومجتمعيا، الأخوة الكرد والعرب والتركمان هنا متصاهرين ويعيشون حياتهم الطبيعية من دون أي تدخلات حزبية بينهم. إذا كانت هناك تدخلات فهي لحلحلة الأمور. فالجارة تركيا جلست مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع العرب السنة ومع التركمان، وليس فقط مع التركمان، هم يريدون الوصول إلى حل مشترك، إلى حلول مستدامة. زين أنا راح أرجع لك سيد تركيش، راح أرجع لحضرتك سيد تركيش، أنا راح أرجع لحضرتك مرة ثانية، يعني صوتك أيضا يتقطع عندي وراح أرجع يعني أستوفي هذا الموضوع مع حضرتك بالكامل. لكن دكتور هاشم الكندي، يعني الإشارة اللي طرحها الدكتور محمود الأستاذ محمود خوشناو كانت يعني بدأ بها، وهو العامل الأساسي اللي يعتقده هو التدخل الخارجي. شلون نشوف الوضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم دكتور محمد، لمشاهديكم وإلى ضيفيك العزيزين. الوضع في كركوك ليس وضعا سهلا، وأيضا هو وضع مركب كثيرا ووضع خاص حقيقة. تعرفون فترة طويلة أكثر من عقد ونصف تقريبا بغياب مجلس المحافظات، والمحافظة كانت تدار بالمحافظ هو يمثل كل شيء. المحافظة تعيش هواجس مكوناتية قومية، ولهذا كان الدخول للانتخابات بهذه العناوين، لم يكن هنالك تمثيل حزبي بالدخول في الانتخابات ولا حتى تمثيل طائفي. أي ولا ذلك جت النتائج كردي تركماني عربي والنتائج أيضا أي. النتائج لعلها تعكس شيئا من الواقعية بالنسبة للكرد أي. يعتقدون بأن هذا الأمر مقبولا بالنسبة لهم، لكن بالنسبة للأطراف الأخرى يعتبرون النتائج غير مرضي عنها وهي لا تمثل واقعهم زيد. وتحديدا بالنسبة للأخوة التركمان أيضا بما يتعلق بإدارة كركوك، حتى التفاهمات التي حدثت لأنها تنطلق من الفترة السابقة كانت تركز على منصب المحافظ بعيدا عن مجلس المحافظة، عن كل الحديث الذي يجري وكأن سيكون هنالك ملكا يتوج على كركوك ليس له لا مجلس محافظة ولا أحد يسأله. هنا التدخل التركي حضورا تدخلا لعله بوجهات نظر مختلفة، التركمان يجدونه تدخل أصدقاء، لكن الواقع كمتابعين نجد بأن التدخل التركي هو يعامل التركمان في كركوك تحديدا على مستوى رعاية، وهذا الأمر في
فيه الكثير من الإشكالات والمساس بالأمور السيادية. طبعا تركيا متدخلة في أماكن أخرى بشكل سافر على مستوى تجريف قرى، على مستوى قواعد، على مستوى اعتداءات كثيرة. لكن بما يتعلق بكركوك، تركيا لا تخفي بأن كركوك أيضا هي في أولى اهتماماتها، كما هي أيضا في أولى اهتمامات الحزبين الكرديين بشكل كبير. زين، هنا لعل من الواقع الأرقام التي حضرت، لو كان لكركوك أن تجري اختيار محافظها ومجلس المحافظة بطريقة التحالفات كما هو في باقي المحافظات، زين، فإن الطرف الأقوى في كركوك سيكون هو الكلدو عشري. الكلدو عشري على اعتبار لديهم مقعدين، أينما حلوا سيرجعون الكفة، بيضة القبان وين ما يروح. نعم. زين. نعم، وبالمناسبة هذه ليست تجربة جديدة، في الانتخابات السابقة أيضا في مجلس محافظات في أحد المحافظات الجنوبية 13 مقعد، طرفين، كل طرف أحصل على ستة مقاعد وبقي مقعد لطرف ثالث، هذا الطرف الثالث دخل ليرجح كفة على أخرى وحصل على منصب المحافظ. لكن في كركوك هذا لم يمضي على اعتبار الخصوصية. ليش تحول منصب المحافظ في كركوك من منصب لإدارة شؤون المحافظة إلى قضية تتعلق بالمكونات، تتعلق بأبعاد سياسية، أبعاد إثنية، أبعاد طائفية، أبعاد 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 كثيرة؟ هو محافظ حال أي محافظ، إيش راح يصير يعني؟ إيش راح يختلف؟ دعني أقول صراحة، في كركوك بالتجربة السابقة الذي قلنا عليها، المحافظ كان يمثل هوية المحافظة بإجراءات قانونية أو قريبة للقانون، كان يذهب بالمحافظة وارتباطاتها، خدماتها، أمور أخرى. إذا كان المحافظ كرديا هو يذهب إلى أن ترتبط بالكثير من المشاريع والارتباطات مع الإقليم، زين، وإذا كان من الأطراف الأخرى يذهب نحو الحالة الاتحادية. وهذا الهاجس حاضر، لأن المحافظ في كركوك يصنف على أنه قائد يقود وينقاد له الآخر، لا زال هذا الهاجس حاضر. زين، وإلا لو كان الأمر باختيار منصب محافظ بعنوان مجلس خدمة، بالنتيجة مجلس محافظ هو مجلس خدمة، هذا الأمر غير متحقق. ولهذا الأمر تطلب تدخلا، هنا تدخلا، تدخل مسؤول وواجب من رئيس الوزراء. زين، لأن تأخر اختيار المحافظ وعدم وجود مجلس محافظة بصورة كاملة انعقاد وأن يباشر عملا في المحافظة، هذا ينعكس سلبيا على استقرار المحافظة. وهنا كان ربما ما طرح من رأي يمثل وجهة نظر حكومية تستند إلى تجربة ناجحة في أن تحل تجربة ائتلاف إدارة الدولة في اختيار المحافظة ومجلس المحافظة. في بس ما راح يبقى هذا نفس القصة، نفس قصة انه من يكون محافظ، من يكون رئيس مجلس محافظة، هو من يروح على هنا كذا. هنا لهذا لابد ان تتعزز اولا مسألة الثقة، وان تعزل كركوك بمجلسها ومحافظها عن الارتباطات الاخرى. لا يخفى مثلا الاخوة في الحزبين الكرديين تحدث بصراحة كاملة. زين، الاخوة في الاتحاد يعتقدون بان هذا المنصب هم الاولى به على اعتبارهم تاريخا واستحقاقا. لا، هم على فقط انه حسب الانتخابات الان الاتحاد هم المحققين اكثر عدد. نعم نعم. أيه؟ واكثر من هذا. أيه؟ الاخوه رغم وجود اختلافات او خلافات مع الديمقراطي في الاقليم، ولكنهم في كركوك يقفون بحاله واحده. الاتحاد يذهب الى وجود في قياده كركوك ايضا بما يعزز حاله من منع التفرد التام بشؤون الإقليم من الطرف المنافس سياسيا. زين، هذا أمر حريص عليه. وهو أيضا يعتقد بأن وجود محافظ من الاتحاد يمنع أي أفكار أو خلق ظروف انفصالية للإقليم تسحب كركوك معها. تمام. وبالنسبة للأخوة في الديمقراطي يعتقدون بأن وجود محافظ
كردي ضروري، لأن لا يبعد كركوك في حالة أي مسعى إلى ما يلوح به أو ينفذ بشأن إعادة ما سمي بالاستقلال أو الانفصال، وهذا كلا الأمرين يسبب مخاوف عند الطرفين، عند العرب وعند التركمان، ولهذا هم رغم اختلاف الرؤية فيما بينهم لكنهم موحدون على أن لا ينفرد الأخوة. تمام. هاي المخاوف أستاذ محمود، المخاوف هي من سيطرة الإقليم على كركوك مرة أخرى، ولذلك يعني الأمور تصعب أكثر في حال التفاوض مع الأطراف الأخرى. يعني لا التركمان يقبلون بمحافظ كردي ولا العرب يقبلون بمحافظ كردي، ربما الكرد والآشيريون يعني عندهم رأي آخر، ما أعرف حقيقة شنو. شوف خلي أول نتكلم لك على الخارطة الموجودة في مشي المحافظة. الخارطة كالآتي: الأخوة العرب عندهم 6 مقاعد، 3 ب2 ب1، 6 مقاعد. الأخوة التركمان عندهم مقعدين. الكرد عندهم 7 مقاعد، 5+2، الاتحاد 5، الديمقراطي 2، ومقعد واحد الكلدو آشوريين. مناصفة أعضاء مجلس محافظة كركوك هم 16 مقعد. مناصفة 8 ب8 هسه، 8 بهاي الكفة و8 بهاي الكفة. صحيح. القانون في المادة 13 الفقرة الرابعة شو تقول؟ شوف، تقاسم السلطة في جميع محافظات العراقية عرف، يعني في اتفاقيات في البصرة، في الناصرية، في بغداد، في نينوى، عرف. في كركوك قانون، مادة فقرة في مادة ألزمت كل القوى الفائزة في كركوك على تقاسم السلطة. الفقرة الرابعة من مادة 13 ما موجودة في كل المحافظة عدا كركوك، إلزام على كل المكونات الفائزة أن تتقاسم السلطة. إذن حتى لو حصل التركمان على 15 مقعد ما يقدرون بوحدهم يشكلون مجلس محافظة، يعني ما عندهم 0+1. في كركوك حالة خاصة ما يكون 0+1 قانوناً. زين. قانوناً إذا كان يكون 0+1 يجب أن تشرك فيه جميع المكونات، يعني لازم بي كردي، لازم بي عربي، لازم بي تركماني، لازم بي كلدو آشوري. تمام. لذلك حتى من باب القانون، البعد القانوني، يجب أن نصل إلى حل كركوكي. يعني تكلمت عن العامل الخارجي. لا تمام. أنت سمعت يوم من الأيام، سمعت يوم من الأيام أستاذ الدكتور محمد إذا تسمح لي، سمعت يوم من الأيام رئيس وزراء العراقي يتدخل في غازي عنتاب اللي بيها عرب في قضية تشكيل مجلس محافظة غازي عنتاب من باب الإيجاب؟ لا يجوز. طبعاً لا يجوز، لأنه تدخل من باب الإيجاب أخرى. سمعت أنت؟ أستاذ محمود. نعم تفضل. أسمعك دكتور. لا أنا يعني هذا لا يجوز لأنه تدخل في شؤون دولة أخرى. اوكي، يعني احنا مشكلتنا شنو؟ احنا ما نبدي العداء لتركيا، احنا ما عندنا عداء لتركيا، على العكس، نريد جار حسن، نريد معامله طيبه وفقه، لكن عندنا مشكله وفق المصالح العليا للدوله العراقيه. نقطه، شيء يمس مصالح العليا للدوله العراقيه، يمس سياده الدوله العراقيه، هذا مفهوم الاتحاد الوطني. يعني ما اتكلم عن مفاهيم اخرى، اتكلم عن مفهوم الاتحاد الوطني، المصلحه العليا للدوله العراقيه. نقطه، ما عندنا غير مشكله تركيا تتدخل عن طرق الدبلوماسيه، عن طريق الدوله، مفاوضات، وزارة الخارجية، عدم مشكلة، مذكرة، يعني احتجاج، ما عندنا مشكلة. لكن أن تتدخل عمليا، رئيس المخابرات التركية اجتمع بأحزاب في كركوك، وزير خارجية تركيا اجتمع برؤساء عشائر في العراق، يجمع رؤساء عشائر في العراق، يعني وزير خارجية العراق ورئيس الوزراء العراقي، رئيس الجمهورية العراقية ما اجتمع بالعشائر وما اجتمع بوجاء العراق أكثر من وزير خارجية تركيا. وزير خارجية اجتمع أكثر من عندهم، التقى بعشائر، التقى بوجهاء، التقى بأحزاب أكثر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب العراقي على المستوى الرسمي. زين. لذلك أنا متخوف من شنو؟ متخوف من مستقبل كركوك أن تذهب إلى 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 زيادة الطين بلة، يعني المشاكل تترسخ أكثر، تتعزز أكثر. يعني ما عندي مشكلة، أوكي، يعني العرب، التركمان، الكرد بيناتهم يختارون المحافظ التركماني، يختارون المحافظ العربي، يختارون المحافظ الكردي وفق الاستحقاق، يرجعون الاتحاد حصل على على المقاعد، 5 مقاعد من مجموع 15 مقعد، ينطوا للاتحاد، اوكي، هذه استحقاقات، مفاوضات داخليه، لابد ان نصل الى حل. لكن منو اللي ما يخليك تصل الى حل؟ السؤال هو منو اللي ما يخليك، منو اللي ما يخليك تصل الى حل؟ اوكي، عنده علامه استفهام على الاتحاد، تركيا عندها علامه استفهام على الاتحاد، هاي علامه استفهام مستنبطه من شنو؟ سؤال، ليش من الاتحاد؟ تركيا ترى بان الاتحاد ليس من ضمن اجندتها في العراق، ما يعني منضم الى اجنده تركيا في العراق. الطرف الكردي يعني ما منضم الى اجنده تركيا في العراق. يعني اذا ما تخلي تركيا لا تريد محافظ من الاتحاد،
ما تقبل. ليش ما تقبل؟ السؤال هو مو من لما يقبل. تركيا عدا على يعني عندها موقف من الاتحاد الوطني في كركوك، في أبين، في بغداد، في أي مكان. السؤال ليش؟ ليش عندها الموقف؟ ليش؟ الجواب الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني ما منضم إلى تنفيذ الأجندة التركية لا في نينوى لا في أربيل ولا في السليمانية ولا في كركوك. لذلك عندما نلجأ إلى بغداد نطلب من رئيس الوزراء الاتحادي تدخل، نطلب من الأطراف العراقية تدخل، نطلب من التركمان في كركوك أن يبدون المرونة، نبدي من العرب أن يبدون المرونة. مشكلتنا أنه محاولة لإرضاخ الطرف الكردي الذي لا ينضم إلى الأجندة التركية. وبالمناسبة إذا الاتحاد الوطني انضم إلى تنفيذ الأجندة التركية في العراق وفي كردي، اقرأ السلام على نينوى، على الإقليم وعلى كركوك، اقرأ السلام. يعني هاي المنطقة تستقطع ولو بعد حين. يعني ما أفك هاي أكو جيش أكو يعني هسه يعني أفهم من كلامك أفهم من كلامك عدم استقطاع هذه المنطقة هو عدم لأنه الاتحاد رافضينها. يعني هو كامل هاي القصة فقط على الاتحاد. بالتأكيد الاتحاد الوطني رأس الرمع. أخاف ما تعرف بهاي المنطقة الاتحاد الوطني مع شركاء، طبعا مو بوحده، مع شركاء رأس الرمع في مواجهة الأطماع الموجودة في هذه المنطقة. طبعا هذا مو عداء لتركيا أبدا، يعني لا عداء لتركيا. وبالمناسبة نحن مو حلفاء الحزب العمال الكردستاني، على العكس نحن نريد سلام لتركيا بين العمال وبين تركيا. وجلال طلباني الله يرحمه كان مع تركي أوزال الرئيس التركي، مع أردوغان الرئيس الحالي، في عدة جولات عمل على إعادة السلام وبلورة السلام في تركيا. وإحنا هم نجارة تركيا، جارة عزيزة، لدينا مع شركاء وقواسم كبيرة، قواسم اقتصادية، قواسم سياسية استراتيجية. لكن القضية متعلقة بأمن العراق، متعلقة بسيادة العراق، متعلقة بمستقبل العراق. تمام، خليني أسمع وجهة نظر من الأستاذ تركي. أستاذ تركي سمعت الكلام؟ نعم سمعت. شنو وجهة نظرك؟ أنا أرى أن هذا البرنامج تحول من عنوان تشكيل حكومة كركوك إلى موضوع تركيا. أولا أريد أن أبين بأنه هذه النتائج لا تمثل النسب الحقيقية في كركوك، لأنه الجبهة الصهيونية العراقية قبل الانتخابات بشهور قدمت دعوة إلى المحكمة الاتحادية وتم رد هذه الدعوة بقرار ولائي في تدقيق سجلاتنا. لا المحكمة رفضت القرار، هناك ردت إضافة القرار. هناك إضافة أكثر من 100,000 ناخب في سجلات الناخبين في داخل كركوك. حاليا المعادلة صعبة جدا، فإذا هناك مقترحات ورأي تركي في تشكيل حكومة هي لحلحلة الأمور وعدم تطابق سياسة الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحكومة التركية، فهذا أنا بتصوري لأنه مناطق ذات النفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني يقطنه المعسكرات لحزب العمال الكردستاني. هذا حسب رأيي الشخصي، ولكن إذا هناك أسباب أخرى فأنا لا أعلم علم لي بها. إدارة كركوك يجب أن تكون إدارة مشتركة حقيقية. الجبهة التركمانية العراقية قدمت مقترح بتداور السلطة ما بين المكونات في داخل كركوك. إذا كنا نحكي على عدد المقاعد فالأخوة العرب لديهم 6 مقاعد حاليا، وهو أكبر القوائم كقائمة مكون عربي، هم أكبر القوائم حاليا. الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني لديهم 5 مقاعد. هناك حاليا تعادل. الأولى تشكيل حكومة تداورية. فالأخ ما الذي يمنع سيد تركيش، ما الذي يمنع تشكيل حكومة الآن بس إذا تسمح لي، لا يعتمد على نتائج الانتخابات. تمام، الآن ما الذي يمنع تشكيل حكومة واختيار محافظ بطريقة التقاسم نفسها اللي صارت في كل المحافظات على مستوى الأحزاب الفائزة، ويتخذ يعني يتفق على أنه يختار محافظ من جهة ومجلس محافظة من جهة ونواب المحافظ من جهة أخرى؟ لا، مع وجود ضمانات. نعم نعم نعم. لا نتائج الانتخابات يعني في كفة، وتوزيع المناصب في كفة. المحافظ كما أشار الأستاذ الفاضل بأنه يمثل هوية كركوك، لأنه هنا في كركوك
الانتخابات كانت قومية وليست سياسية، انتخابات قومية. فنحن كجبهة التركمانية قبل الانتخابات قدمنا مقترحا بثمانية أشهر قبل الانتخابات، قدمنا مقترحا باعتماد الاعتماد على أقل تقدير في كركوك على البطاقة الوطنية، لأنه هناك يعني 100,000 أكثر من 100,000 ناخب داخل سجلات كركوك. وقبل يومان قرر المحكمة الاتحادية بإلزام المفوضية العليا للمستقلين الانتخابات مع الوزارات الساندة الخمسة بتدقيق سجلات الناخبين وإخراج هذه الأعداد والإبقاء على الأعداد الحقيقية لسكان كركوك الأصليين سواء الذين هنا أو في محافظات الأخرى. ونحن نرى يجب الإسراع في تشكيل الحكومة في داخل كركوك بأي طريقة، بأي طريقة تركيش بأي طريقة تشكل الحكومة حسب القانون. نعم، بأي طريقة تشكل الحكومة؟ من المعطل تشكيل الحكومة حاليا؟ من الطرف اللي رافض أي محاولة لتشكيل الحكومة؟ الطرفين الكردي والعربي مصرين على منصب المحافظ. منصب المحافظ هو حاليا الحجر الأثر أو العقبة أمام تشكيل الحكومة، وليس الجارة تركيا. جارة تركيا تريد تقديم المقترحات اللازمة لحل حالة الأمور فقط. نحن في المفاوضات هذا ما نراه. يعني أنتوا العرب يريدون المحافظ والكرد يريدون المحافظ ولا خيار غير أنه المحافظ. ليس هذا فقط، بل هناك عقبة أخرى، هو اسم الشخص. يعني أي شخص يتولى سواء من المكون العربي أو المكون الكردي حتى على غير متفقين على الأسماء أيضا وليس المنصب. يعني أنتوا كتركمان عندكم مقعدين، المقعدين أهم شكلا فارق في عملية الحسابات الانتخابية. أنتم وين رايحين، مع الكرد لو مع العرب، لو شنو موقفكم؟ نحن موقفنا نطالب بمنصب المحافظ. لماذا؟ الأخوة الكرد لديهم ثلاثة محافظين. يعني أنتوا هم تريدون المحافظ؟ نعم، أنتوا هم تريدون منصب المحافظ. لما لا؟ إذا إحنا كتركمان، كمكون تركماني اللي هو كركوك هو منبع التركمان، لن نستلم هذا المنصب في أي محافظة. يعني نستلم هذا المنصب، الأخوة العرب لديهم 15 محافظة يستلمون هذا المنصب، والأخوة الكرد في ثلاثة محافظات إضافة إلى داخل كركوك أيضا. قبل 2003 الأخوة العرب، ومن 2007 لحد 2017، ومن 2017 لهذه اللحظة الأخوة العرب تسلموا هذا المنصب. نحن نرى أن منصب المحافظ في كركوك هو حق قومي ودستوري وقانوني. لما لا نستلم هذا المنصب ولدينا مقعدين، ونحن هنا نلعب كبيضة القبان في كركوك. زين، الكلدو آشريون أيضا يريدون المحافظ، منصب المحافظ؟ لا لا لا. زين، هم تحت شو اسمه، بها مجال هاي المحافظة يصير بها أربع محافظين؟ بها مجال يصير بها أربع محافظين؟ نعم، بها مجال هاي المحافظة نحط بها أربع محافظين؟ نحن قدمنا مقترح تدوير المنصب. تدوير المنصب إذا كانت هنا منصب المحافظ حجر عثرة، فلماذا لا يشكل سنة ثمانية أشهر لكل مكون؟ لما لا؟ زين، شو راح يشتغل هذا محافظ يريد يشتغل؟ لا يوجد قانون. إذا عنده مشروع يقدر يكمله بثمان أشهر يعني؟ أستاذ تركيش. نعم. يعني إذا عنده مشروع يريد يشتغله، إذا هو محافظ جايبينه حتى يشتغل مشاريع خدمية لهذه المحافظة، إذا يريد يجهز له مستشفى بأسرة ما يقدر يجيبن بالثمان أشهر. سنة وثمان أشهر. دكتور، مجلس المحافظة هو دوره مجلس خدمي، هو اللي يتبنى هذه المواضع. المحافظ هو المنفذ وليس الذي يقر المشاريع والذي يتعاقد ولا تمام.
دكتور هاشم هسه هاي قصة يعني، والكل يعتقد بأنه هذا حق الدستوري وحق القانوني وحق المكوناتي وحق كذا وحق كذا، ليش ينصنع من كركوك هذا النموذج؟ يعني إحنا هنا هسه بالحكومة الاتحادية هم موجودين التركمان والأكراد والسنة، دائرة أوسع، لكن أكو اتفاق وماشي الحكومة بها الطريقة. لا لا لا، ذكرنا في خصوصية كركوك وأيضا هاي خصوصية التقارب. لا أنا الأستاذ محمود خوشناو قال لك الموضوع يعني كأنما مهول أكبر من حجمه، لو كان الموضوع يتعلق بالأشخاص الناس اللي داخل المحافظة يقدرون يقعدون بيناتهم يسوون حل وتمشي أمورهم. لا هو هي توجد مشكلة حقيقية الآن نبسطها لهذه الدرجة. نعم، الكل متمسك بوجهة نظره والكل يجد له الحق، الأخوة الكرد بما ذكرناه والاتحاد تحديدا يجد بأنه كفريق سياسي وإن كان الجميع دخل بالعنوان القومي ضمن تحالفات، ولكن يجد نفسه هو الأكثر حضورا من خلال المقاعد التي حصل عليها. وكذلك بالنسبة للعرب الذين دخلوا أيضا موحدين بعيدا عن الطائفية، أيضا يجدون بأنهم يمتلكون العدد الأكبر، ولهذا أستاذ محمود ذكر لك تفصيلة عند العرب 3-2-1، هم لا ينظرون إلى هذا الأمر لحسابات. وأنا أقول بأن المشكلة الأساسية كذلك بالنسبة بالنسبة للأخوة التركمان، يقول لك أني هذه المحافظة نتائج لا تمثلني كمكون كحضور كوجود لأسباب يشرحها، هذه المقعدين لا تمثل حضورهم على هذا الواقع. بالتالي الكل يريد أن يستحصل منصب المحافظ، لأن أقول أنه ذكرتني وذكر ضيفك بأنه المحافظ هو هوية المحافظة، تمام، وأيضا الجميع لا يتخلى عن شيء لغاية الآن، أنه المحافظ سيكون له القرار الأعلى والمعلى. هذا الأمر طبعا غير صحيح، لابد أن يكون هنالك عمل حقيقي على تفهم بأن المحافظ يمثل وينفذ سياسات يرسمها مجلس المحافظة التي تحضر بها المكونات. نعم لدينا إشارات قانونية يضع على ضرورة تقاسم السلطات بشكل خاص في كركوك مكوناتيا، لكن هذا الأمر لا يلزم بأن يكون المحافظ من جهة معينة حتى نخرج من هذه الأزمة. لما تتفق الأطراف جميعا، وهذا الأمر هو الأساسي، إنه كركوك لأهل كركوك بلا امتدادات خارجية، لا داخلية اتحادية ولا خارجية، حتى لو كان على مستوى الصداقة أو التدخل، وبذلك يذهب إلى اختيار من يخدم كركوك بعيدا عن مكونه. وهذا ربما الأمر حتى يتيح لهم إذا وجدوا بالكفاءة والمقبولية والتوافق على شخصية، لنفرض لأصحاب المقعد الواحد كل 20، وهذا الأمر ربما مخرج، أو أنه يكون الاتفاق على مسألة هي تمثل ربما حلا افتراضيا ولكن أيضا بها تحديات كبيرة اللي هي الإدارة المتناوبة، هذا أيضا لربما لا يعطي استقرارا ولا يعطي فاعلية لعمل مجلس المحافظة والمحافظ. بالتالي أعود إلى شيء، أنه تجربة إدارة الدولة التي اقترحت من قبل رئيس الوزراء بأن يتم اختيار شخص هو يمثل ما تطلبه المحافظة من خلال ممثليها، لا يميل إلى طرف ولا إلى جهة، لا محابات ولا تميز ولا تمييز ولا علاقات مميزة بأطراف أو جهات سياسية خارج. هذا يعني هذا أحزاب سياسية وتقول لك إحنا فزنا بمقاعد في المحافظة وانتخابات، راح نجيب لنا واحد ما أدري منين ونخليه شلون؟ دكتور محمد، في كل تجربتنا الديمقراطية بما لها وبما عليها لم تكن يوما من الأيام النتائج والأصوات هي فقط الحاسمة، هنالك شيء آخر وأساسي وهو التفاهمات
والتحالفات وايضا المقبوليه. هسه احنا عندنا ايش قد تركيز عندنا على منصب رئيس الوزراء مثلا. ما اجانا رئيس وزراء هو جاب استحقاق صحيح يعني يفوز تفوز قائمته ويجي واحد غيره دوما ودوما اذا كانت الخيارات حتى الان في مجالس المحافظات زين ليس دائما نحن نختار الامثل بل نذهب الى اختيار الافضل بما يحقق الاستقرار وبالتالي ينعكس على خدمه. انا اشكرك دكتور هاشم حضرتك عندك التزام اخر. شكرا لحضرتك. شكرا لكم ولضيوفكم. شكرا استاذ محمود. يعني هل يمكن ان تذهبون باتفاق يعني على راي رئيس الوزراء السوداني بان يكون المحافظ من خارج يعني على الاقل مرضي للجميع من خارج هذه الاحزاب؟ ما ادري اذا هو هذا رايه ام لا، او بقضيه تحالف اداره الدوله. طبعا لابد ان نصل الى اتفاق. يعني لا يوجد هناك خيار اخر. الخيار الاول والاخير هو ان تصل الاطراف الفائزه في مجلس المحافظه الى اتفاق، لان يعني بالتالي التصويت سيكون من داخل المجلس. لا يستطيع احد ان يفرض شخصيه على محافظه كركوك الا بالتصويت والذهاب الى السند القانوني. ذكرت لك الفقره الرابعه من الماده 13 من قانون الانتخابات اللي تلزم الاطراف الفائزه وتلزم السلطات في العراق باعتبار قانون وساري ونافذ، لذلك على الكل التزام بذلك. قضيه اخرى استاذ محمد، في الماده 19 من قانون الانتخابات، شوف كركوك المشرع بقانون الانتخابات اعطى حاله خاصه لكركوك. في الماده 19 ليس في كركوك، في كل المحافظات، في الماده 19 ماكو تحالفات قبل انتخاب المحافظ ورئيس رئيس مجلس المحافظه ونوابه. ماكو تحالفات. تكلم استاذ تركيش قال العرب عندهم تحالف 6 مقاعد. هذا التحالف باطل قانونيا. ماكو تحالفات. في الماده 19 من قانون الانتخابات تفرض على كل القوى الفائزه في مجالس المحافظات لا يجوز تشكيل تحالفات. لا يجوز الانتقال عضو من قائمه الى قائمه اخرى الا بعد انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظه ونوابه. في كركوك اي تحالف في كركوك قبل انتخاب رئيس مجلس المحافظه والمحافظ ونوابهم باطل، لا يوجد له سند قانوني. قضية أخرى لضمان، تكلمت حضرتك مع أستاذ هاشم الكندي وتكلموا كثيرا عن أنه المحافظ هوية المحافظ في كركوك. صراحة القانون أيضا قانون الانتخابات في المادة 13 الفقرة الثانية أيضا عالج هذا الأمر بطريقة سلسة. يقول المادة لا تعد نتائج الانتخابات، طبعا نتائج الانتخابات في كركوك لا تعد، طبعا هذا فقط في كركوك، لا تعد نتائج الانتخابات أساسا قانونيا واداريا لمستقبل المحافظه. يعني هذا حسم كل شيء. يعني نتائج الانتخابات، يعني على سبيل المثال باشر محافظ كردي، ما ها نتائج الانتخابات ما والخريطه الاداريه في كركوك ما تعد اساسا قانونيا واداريا لمستقبل المحافظه. زين في ماده اخرى كركوك حاله خاصه اخرى الزم القانون حاله كركوك ان تمضي هذه الماده كلها، الماده 13 كلها، لهذه الدورة في مجلس محافظة كركوك، ولدورة قادمة لمجلس محافظة كركوك، ولدورة قادمة لمجلس النواب العراقي. يعني الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي والانتخابات القادمة لمجلس محافظة كركوك والانتخابات الحالية لمجلس محافظة كركوك. هذا يعني الان مجمل التخوف اللي قاعد يصير، يعني مجمل التخوف اللي قاعد يصير هو من ان تتحول كركوك الى تابعة الى اقليم كردستان، وهاي مهمتكم انتم كاحزاب سياسية كردية في زعزعة الثقة مع الأطراف الأخرى في المحافظة من خلال الفترة اللي حكموا بها، يعني حكمتوا بها كأحزاب سياسية كردية، وبالتالي هذه النتيجة اللي وصلوا لها الآن. الآن الكل متخوف. تتفق مع هذا الرأي لو لا؟ أستاذ محمد احنا ايش قصرنا نحكم في كركوك؟ حكمنا من 2003 ل 2017 كم سنة؟ 14 سنة. العرب ايش قد حكموا؟ العرب حكموا 100 سنة. 100 سنة في كركوك. الكرد ايضا عندهم تخوف من حكم العرب، تخوف بالتعريب، تخوف بالتهجير، تخوف باستقطاع الاراضي، تخوف بحاله الظلم، الاعدامات، المقابر الجماعيه في كركوك. طبعا انا اتكلم فقط في كركوك. زين الكرد عندهم تخوف على مدى 100 عام، اذا هم عندهم تخوف على 13 عام احنا عدنا على 100 عام. التركمان حقهم عندهم تخوف، هاي بشير قراهم، تهجيرهم كذا. قضيه انه اكو خلل في سجل الناخبين، احنا بنقول اكو خلل. 35% من الكرد لم يستطيعوا المشاركه في انتخابات الحصه في قبل اشهر. 35% بسبب سجل الناخبين. احنا بنريد فعلا نذهب الى تعديل سجل الناخبين. احنا بنشعر بظلم من هذا سجل الناخبين لا يمثل، لكن بالتالي المحكمه الاتحاديه
عندما قدم الأخوة التركمان والعرب دعوة مشتركة للطعن بقانون الانتخابات وعدم إجراء الانتخابات في كركوك حصرا، رفضتها المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية قراراتها ما يصير تكون انتقائية، قراراتها جازمة ملزمة قطعية لجميع السلطات. لذلك التشكيك بالانتخابات هذا التشكيك بمحكمة الاتحادية زين. تشكيك بالهيئة القضائية بالمناسبة استاذ، إذا تسمح لي استاذ محمد، الهيئة القضائية في المفوضية، قضاة هيئة قضائية في المفوضية نظرت بالطعون التي قدمت بقبل التركمان والعرب، طعون كثيرة قدمت على كركوك، لكن الهيئة القضائية بتت بهذه الطعون، لذلك لا يجوز التشكيك بالقضاء العراقي. القضاء العراقي حسم هذا الأمر، المحكمة الاتحادية والهيئة القضائية في المفوضية. إذا نحن أمام نتائج في مجلس محافظة تمام. الاتحاد الوطني تمام. اسمح لي، الاتحاد الوطني لديه 5 مقاعد بالمرتبة الأولى، أحد الأخوة العرب لديه قائمة سيد راكان جبل 3 مقاعد بالمستوى الثاني. التركمان والاتحاد الوطني ومكون عربي آخر لديه مقعدين. والذي يقع بالمرتبة الأولى هو الاتحاد الوطني، هذا يجب أن يتخذ أساسا في المفاوضة. تمام، خلي نروح أساسا في الاتفاقيات. يعني تركيش، مثل ما أنتم متخوفين من موضوع أنه سيطرة الإقليم على المحافظة، الكرد أيضا متخوفين لأن عندهم هواجس مثل ما العرب أيضا عندهم هذه الهواجس. كيف نبدد هذه الهواجس نصل إلى حل نهائي لهذه المحافظة؟ ليش يسمون هذا تركماني وهذا كردي وهذا سني وهذا كذا؟ ليش ما تسمونهم عراقي وتجتمعون كلكم وتقعدون على طاولة واحدة وتحلون القصة؟ حسنت دكتورنا الغالي، عاش لسانك. احنا كجبهة تركمانية عراقية من أساس أولوياتنا في هذه القائمة، في هذه الجبهة، هو الحفاظ على العراق أرضا وشعبا. دائما نحن مع حفاظ على شعبنا وأرضنا كمكون واحد، هو الهوية العراقية. وأريد أن أعلق على الأستاذ خوشناو بأنه ليست هناك شكوك في قرارات المحكمة الاتحادية، وهذه الشكوك قبل 3 أيام أو قبل يومين بالأحرى صدر من المحكمة الاتحادية قرار بإلزام المفوضية بتدقيق سجلات الناخبين. إذا أنتم همنا كاتحاد وطني كردستاني وكمكون تركماني إذا نريد تدقيق سجلات الناخبين فهذا من الأشياء الحسنة. يجب حاليا على كافة القوائم الفائزة وليست كمكونات، جميع القوى الفائزة في هذه الانتخابات يجب أن تقدم تنازلات لكي نخدم كركوك وشعب كركوك. يجب تشكيل حكومة شراكة وطنية وليس لو الذراع والاعتماد على هذه النتائج وباقي المسميات. نحن نريد كمكون تركماني نريد الجلوس في طاولة مستديرة في مجلس المحافظة، لا يهمنا بقدر خدمة أهالينا في مدينة كركوك، لا يهمنا هذه المناصب رئيس مجلس محافظة أو منصب المحافظ أو نائب. نحن كقائمة جبهة تركمان العراق الموحد وكجبهة تركمانية نريد أن نقدم أحسن الخدمات لأهالي كركوك والحفاظ على الأمن والاستقرار الأمني والمجتمعي داخل مدينة كركوك. نحن أبوابنا مفتوحة، ليس هناك خطوط حمراء إلا فقط بقاء الملف الأمني بيد السلطة أو الحكومة المركزية في بغداد والتوزيع العادل والمناسب لجميع المناصب الخدمية والأمنية والإدارية في كركوك بنسب متساوية على أقل التقدير لهذه ال4 سنوات القادمة. شكرا لك سيد تركيش. كأبناء مدينة كركوك إذا كنا لا نريد مصالح حزبية أو فئوية أو شخصية أو شكرا لحضرتك سيد تركيش عز الدين القيادي في الجبهة التركمانية من كركوك. شكرا سيد محمود خوشناو عضو الحزب الوطني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من أربيل. شكرا أيضا للسيد هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات. أشكركم مشاهدين الكرام، في أمان الله.